محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. روي عن فاطمة الزهراء سلام الله عليها أنها قالت دخل علي برسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في بعض الأيام وقال لي يا فاطمة إني لأجد في بدني ضعفا فقلت له أعوذك بالله يا أبت من الزعف فقال يا فاطمة أيتني بالكسوى اليماني وغطيني به قالت فاطمة سلام الله علي فأتيته بالكساء وغطيته به وسرت أنظر إليه وإذا وجهه يتلالى نورا كأنه البدر في ليلة تمامه وكماله. صلوات اللهم صل على محمد وعلى محمد. قالت فاطمة سلام الله علي فما كانت إلا ساعة وإذا بولد الحسن قد أقبل وقال السلام عليك يا أمه فقلت عليك السلام يا قرة عيني وثمرة فؤادي فقال لي يا أمه وإني عشت منذك رواية طيبة كأنها رواية جدي رسول الله صلى الله عليه وآله فقلت نعم إن جدك نائم تحت الكساء فأقبل الحسن نحو الكساء وقال السلام عليك يا جدا والسلام عليك يا رسول الله تعذن لي أن أدخل معك تحت هذا الكساء فقال له نعم قد أذنت لك فدخل الحسن عليه السلام معه تحت الكساء. صلى الله عليه وسلم. قالت فاطمة سلام الله علي فما كانت إلا ساعة وإذا بولد الحسين عليه السلام قد أقبل وقال السلام عليك يا أمه فقلت عليك السلام يا قرة عيني وثمرة فؤادي وقال يا أمه إني أشم عندك رواية طيبة كأني رواية جدي رسول الله صلى الله عليه وآله فقلت نعم إن جدك وأقاك نائمان تحت هذا الكساء فدن الحسين عليه السلام نحو الكساء وقال السلام عليك يا جدا والسلام عليك يا من اختاره الله وتعذن لي ان اكون معكم تحت هذا الكساء فقال له نعم قد اذنت لك يا حسين فدخل معهما الحسين تحت الكساء. صلوات قالت فاطمة علي السلام فما كانت إلا ساعة وإذا بأبي الحسن علي عليه السلام قد أقبل فقال السلام عليك يا بنت رسول الله فقلت عليك السلام يا أمير المؤمنين فقال يا فاطمة إني أشم عندك رواية طيبة كأني رواية تعقب ابني أمي رسول الله فقلت نعم ها وما ولديك نائم تحت هذا الكساء فأقبل علي عليه السلام نحو الكساء وقال السلام عليك يا من اختاره الله وتعذن لي ان ادخل معكم تحت هذا الكساء قال نعم قد اذنت لك فدخل علي معهم تحت الكساء. صلوات قالت فاطمة سلام الله علي ثم أقبلت نحو الكسوى وقلت السلام عليك يا أبتا والسلام عليك يا رسول الله أتأذن لي أن أدخل معكم تحت هذا الكسى قال نعم قد أذنت لك فدخلت معهم تحت الكسى. صلوات قالت فاطمة فلما اكتملنا جميعا تحت الكساء قال الله اعلم يا ملائكة وسكان السماوات وعزتي وجلالي إني ما خلقت سماء مبنية ولا أرضا مدهية ولا قمرا منيرا ولا شمسا مزية ولا فلكا يدور ولا بحرا يجري ولا فلكا يسري إلا في محبة هؤلاء الخمسة الذين هم تحت الكساء.
آئے سلوات صلی اللہ محمد علی محمد فقال جبرائیل علیہ السلام یا رب من تحت الکسائے قال اللہ تعالی مائل بیت نبوت ما دون سوالت وهم فاطمہ و ابو و بعلها و بنوها صلوات اللہم صلی اللہ محمد علی محمد فقال جبرائيل يا رب اتاد النحبت الارض ليكون معهم سادة فقال الله تعالى نعم قد اذنت لك فاطل من جبرائيل واقبل نحو الكسواء وقال السلام عليك يا رسول الله السلام عليك يا من اختاره الله ان الله عز وجل يقرئك السلام ويقصك بالتحية والاكرام ويقول لك وعزتي وجلالي اني ما قلقت سماعا مبنية ولا اردم مدهیتا ولا قمرا منیرا ولا شمسا مدیتا ولا فلکا یدورا ولا بحرا یجری ولا فلکا یسری الا لعجلک ومحبتک وقد ادن لینت قلماکم تحت حاد الکسائے فال تعدن ینت یا رسول اللہ انت قلماکم فقال قد ادنت لک فدقل جبرائیل ما اہم تحت الکسائے سلوات اللهم صل على محمد وعلى محمد وقال لهم ان الله عز وجل قد اوحى اليكم يقول انما يريد الله ليذهب عنكم الرجس على البيت ويطهركم تطهيرا صلوات صل على محمد وعلى محمد فقال علی علیہ السلام یا رسول اللہ اخبرنی مال جلوسنا ذا تحت الکسائے من الفضل ان اللہ تعالى فقال النبی والذی باسن ملق نبی واستفانی من رسالة نجی اما ذکر قبرنا حاد فی محفل من محافل اہل الارض وفی جمع من شیعتنا ومحبینا اللہ ونزلت لحم الرحمت وحفت بیم الملائکت واستقفرت ومیلان یتعفرقو صلوات اللهم صل على محمد وعلى محمد فقال علی علیہ السلام اذا والله فزنا وسعدنا وكذلك شيئتنا فاز وسعد رب الكعبة فقال رسول الله والذي بعثنا من لق نبيا واستفاني من رسالة نجيا ما ذكر قبرنا حاذا في محفل من محافل اهل الارض وفي يجم من شيئتنا وفي محمومنا الا وفرج الله ومولى مغمومنا الا وكشف الله ومولى طالب حاجة الا وقضى الله واجة فقال علی ندو اللہ فزن و سعدن و کذالک شیعت رفاظ و اسود فی الدنیا والآخرہ اللہم صلی علی محمد و آل محمد اللہم صلی علی محمد و آل محمد اللہم صلی علی محمد و آل محمد اللهم اني اسالك بحق محمد وانت المحمود وبحق علي وانت الاعلى وبحق فاطمه وانت فاطر السماوات والارض وبحق الحسن وانت الموسن وبحق الحسين وانت قديم الاحسان وبحق الائمه التسعه الطاهرين من ذريه الحسين عليهم السلام اللهم اے رب جہاں پنجتن پاک کا صدقہ اس قوم کا دامن غم شبیر سے بھر دے بچوں کو عطا کر علی اصغر کا تبسم بوڑھوں کو حبیب ابن مظاہر کی نظر دے کم سن کو ملے ولولہ اون محمد ہر ایک جوان کو علی اکبر کا جگر دے ماؤں کو سکھا ثانی زہرا کا سلیقہ بہنوں کو سکینہ کی دعاؤں کا اثر دے جو چادر زینب کی ازادار ہے مولا محفوظ رہے ایسے خواتین کے پردے مولا تجھے عابد کی اسیرے کی قسم ہے بے جرم اسیروں کو رہائی کی خبر دے جو دین کے کام آئے وہ اولاد عطا کر جو مجلس شبیر کی قاتل ہے وہ گھر دے مفلس پہ ذرو
لال جواہر کی ہو بارش، مقروض کا ہر قرض ادا غیب سے کر دے، غم کوئی نہ دے ہم کو سوائے غم شبیر، شبیر کا غم بانٹ رہا ہے تو ادھر دے۔ آپ حضرات ایک سورہ فاتحہ مولانا قلب صادق صاحب کو، مولانا علی قاسم صاحب، مولانا سادس رضوی، مولانا تقی جناب، امیر حسین، زوار حسین، اقبال حسین، ظفر حسین، محمد حیدر پپو صاحب، عشرت جہاں، سہیل افتخار واسطوی صاحب، عادم حسین، مسعود زیدی، قیصر عباس، مختار حسین، فرمان عباس، محسن مہندی، علی محمد عابدی، مسرت حسین، حسن عابدی، سید محمد صاحب، مہندی حسن، اور جملہ مومنین مومنات اور اپنے مرحومین اور ہمارے والدین کو آپ حضرات ایک سورہ فاتحہ پڑھ کر بخشتے ہیں۔